المحكمة العسكرية بالبليدة، حركة غير عادية، تواجد جد مكثف لقوات الأمن وإنزال صحفي. إلى هنا شخصت أبصار الجزائريين وتركز كل اهتمامهم علهم يظفرون بخبر عما يدور داخل هذا المبنى. هنا تجري أطوار محاكمة العصر في الجزائر. الفريق محمد مدين، اللواء عثمان طرطاق، السعيد بوتفليقة والويزة حنون يمثلون أمام القضاء العسكري ومعهم ترسانة من 26 محامياً وكلوا للدفاع عنهم في وجه التهم التي قوبلوا بها، المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش ولأن التلفزيون العمومي بث مشاهد إحضار المتهمين الأربعة إلى مقر المحكمة العسكرية مايا الفارط، وبعدما راج أيضا من إشاعات عن إمكانية بث المحاكمة تلفزيونيا، تسمرت الغالبية من الجزائريين أمام شاشات التلفزيون منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين أملا في رؤية وجوه هذا الرباعي، وسيل من التساؤلات يتصارع في الأذهان. كيف ستكون ملامحهم؟ كيف ستكون إجاباتهم؟ كيف ستكون حالتهم النفسية وهم يقفون ليحاكموا بعدما ظلوا سنوات طويلة هم الحكم والحاكم؟ كل شيء في البلاد يأتمر بأمرهم ويسير وفق منظورهم. محاكمة أشهر متهمين في تاريخ البلاد لم تجلب اهتمام وفضول الجزائريين فحسب، بل كان الاهتمام دوليا. فجل وسائل الإعلام العالمية تأهبت منذ الساعات الأولى لتلقف خبر من هنا أو هناك عن مجريات المحاكمة ومصير المتهمين. متهمون ليسوا كأي متهمين، فهؤلاء كان لهم نصيب الأسد مما عاناه الجزائريون وما زالوا يعانونه مع طلوع الشمس كل يوم.